هي هلا بدنا نبدأ ب chapter 3. chapter 3 properties of pure substance. السبستانس البيور هي مش سبستانس بس مكونة من مادة واحدة، يعني بس من مثلا من هيدروجين او بس من اكسجين او بس من نيتروجين. هي ممكن يكون مركب مكون من اكتر من اشي، بس بنفس الوقت الكيميكال كومبوزيشن اله ثابت ما بيتغير. يعني زي المي، المي مكون من اكسجين مكون من هيدروجين، بس الكيميكال كومبوزيشن اله كونستانت. هلا اذا فاتت عليه اشياء غيرت من هذه الكيميكال كومبوزيشن ببطل بيور سبستانس، بتتحول من بيور سبستانس لماده غير نقيه. هلا الفيزز اللي ممكن تتواجد منها البيور سبستانس، طبعا ما بيعني انه اذا الحاله انتقلت من سائل لغاز لسوليد انه الماده بطلت بيور، لا. ممكن بيور تكون موجوده ب 3 فيزز، ممكن تكون موجوده على شكل سوليد، ممكن تكون موجوده على شكل ليكويد، ممكن تكون موجوده على شكل غاز. هلا في عندي ثلاث دايجرامز بيوصفوا لي كيف بتصير البيور سبستانس، يعني كيف تمشي. هلا اول دايجرام اللي هو هون اسمه تي في دايجرام، يعني تمبريتشر سبيسيفيك فوليوم دايجرام. هلا بهذا الدايجرام لازم احنا بكون عندي ثلاث خصائص اللي هم مثلا تمبريتشر البريشر والسبيسيفيك فوليوم. لازم يكون لما بدي ارسم دايجرام يكون في اشي منهم ثابت. بهذا الدايجرام البريشر ثابت، رسم هذا الدايجرام على بريشر واحد اتموسفير. جابوا بيستون سلندر ديفايس، هو ديفايس هيك بيكون حطوا فيه مي وثبتوا يعني كمية من المي وثبتوا الضغط وصاروا يزيدوا بالتمبريتشر مع الوقت، فطلع عندي هذا المسار. هلأ بالبداية غيروا التمبريتشر من 20 لـ300 وشافوا كيف المي بتمشي. هلأ لما دافعوا درجة الحرارة من 20 لـ100 المادة كانت إنها compressed liquid. شو يعني compressed liquid؟ يعني الضغط ثابت بس التمبريتشر عم ترتفع بس ما وصلت لدرجة الغليان، فهذا اسمه compressed liquid. لما أنا وصلت عند النقطة اللي بلش يغلي عندها المي، هاي بسميها T-saturation، temperature saturation أو saturation temperature. هاي النقطة بتسمى لما بيوصل المادة اللي عندي بتوصل لهاي النقطة للsaturation temperature، بتكون عند هاي النقطة الفيز اسمها saturated liquid، يعني عند هاي النقطة saturated liquid وهون كانت compressed liquid. بعد النقطة هاي إذا أنا ثبتت temperature وبلشت أزيد بالفوليوم، بلشت كيف تزيد بالفوليوم إنه تتحول بهاي الريجن بهاي المنطقة، بتكون المادة هي عبارة عن liquid وفيبر مع بعض، بتكون عبارة عن ميكستشر. فعشان هيك بتبلش هي المادة تتحول على هاي الحرارة اللي هي 100، تتحول من المادة من الحالة السائلة تتحول للحالة الغازية للفيبر. هلأ عبين ما توصل لأنه كل المادة تصير فيبر، فبالبداية بتكون الكمية كلياتها ليكويد، بتضلها تمشي وتتحول وتزيد كمية الفيبر عبين ما نوصل لهاي النقطة. هاي النقطة كل المادة عندي بتصير فيبر، بس نوصل لانه كل الماده تصير فيبر بتزيد بنزيد التمبريتشر ترتفع فجاه، فبصير المنطقه هون اسمها سوبر هيتد فيبر، سوبر هيتد فيبر، وبهاي بصار اسمه ساتوريتد فيبر. اذا هاي المنطقه اللي من نقطه 2 لنقطه 3 هي عباره عن ميكستشر، هذا الميكستشر ماشي على كونستانت تمبريتشر تمام، واللي هي اسمها ساتوريشن تمبريتشر، عم تتحول فيها المادة من حالة الليكويد لحالة الفيبر. هاي الريجن شو بسميها من نقطة 2 لنقطة 3؟ بسميها saturated liquid vapor mixture. هلأ هاي المنطقة إلها خاصية أو إلها property زيادة اللي اسمها quality. هاي الquality هي رقم بس موجود لهاي الريجن، بس موجود لهاي الريجن، ورح نحكي عنه كمان شوي. إذا حكينا هون إنه from point 1 to 2 اسم الفيز compressed liquid، من 2 to 3 اسمها saturated liquid vapor mixture، ومن 3 ل 4 بتصير المادة superheated. هلا
عملوا طبعا هذا الباث معمول على كونستانت بريشر 1 اتموسفير. لو انا عملت يعني اكثر من مره على كونستانت بريشر بس يعني غيرته، صار اول باث هذا كله على بريشر، ثاني باث فوقه على بريشر ثاني، ثالث باث فوقه على بريشر ثالث، رح يطلع. وجمعنا النقاط اللي بيكون عندها ساتوريتد ليكويد مع النقاط اللي بيكون عندها ساتوريتد فيبر، رح يطلع عندي زي هذه الدوم، زي هذا المنحنى، هذا الكيرف معمول من نفس الإشي اللي كان فوق، بس كل باث مشى عليه كان على بريشر مختلفة، بس الباث كامل على نفس البريشر، بس كل مرة عشان أعمل باث جديد غيرت من قيمة البريشر، فصار عندي برضو هذا الكيرف. لما بوصل لنقطة إنه بس عندي التمبريتشر شكلت لي يعني بس نقطة واحدة، فهاي اسمها critical point. فبالتالي بوصل انه كل الريجن اللي قبل ما اوصل هذا الخط، هذا اللاين، اسمها compressed liquid، وكل المنطقة اللي بعد اللاين اللي هون اسمها superheated vapor، واي اشي تحت هاي القبة بسميه saturated liquid vapor region او mixture. تاني نوع من الدياجرامز اللي ممكن يكونوا عنا، انه احنا قلنا انه نثبت يعني نغير خاصيتين او اثنين بروبريتيز ونثبت واحدة. تاني دياجرام بين البريشر والسبيسيفيك فوليوم، نفس الدياجرام تبع التمبريتشر والسبيسيفيك فوليوم، بس هون انه انا بغير بالبريشر على كونستانت تمبريتشر، فكل باث عم بعمله بيكون على كونستانت تمبريتشر وبتتغير، بقلل البريشر، بعدين بوصل لبيسات هون، بعدين بيضل عندي كونستانت عبين ما كل مادة تتحول من ليكويد لفيبر، بعدين ببلش البريشر يرجع يقل. فعملنا أكتر من باث على أكتر من تمبريتشر، شكلت لي نفس الكيرف تقريبا، وبرضو المنطقة اللي تحت هذا الكيرف اسمها ساتوريتد ليكويد فيبر ميكستشر. هلأ آخر دياجرام أو ثالث نوع من الدياجرامز اللي هو بريشر تمبريتشر دياجرام، وإله اسم تاني اللي هو فيز دياجرام. هلا البريشر تمبريتشر دياجرام اللي هو طبعا الواي اكسس بريشر والاكس اكسس تمبريتشر. الحاله اللي هو الفيز دياجرام مثلا، اللي هو ان اذا انا كنت عندي الماده بحاله سوليد، وانا يعني بهاي النقطه، وانا اعطيتها على نفس البريشر اللي عندي هون بريشر 1 مثلا، اعطيتها كميه من الحراره على نفس البريشر، ضل الضغط ثابت، اعطيتها حراره عاليه، رح توصل لهاي النقطه، بالتالي هي رح يصير لها عملية ميلتينج، رح يصير لها عملية انصهار، فرح تتحول من سوليد لليكويد. لو وصلت لنقطة هاي اثنين، بعدين أنا على نفس هذه على نفس هذا على هاي التمبريتشر نفس النقطة هون، أنا قللت بالبريشر، فممكن يتحول وبدون ما أغير بالتمبريتشر، ممكن تتحول من ليكويد لفيبر. لو أنا غيرت بالبريشر والتمبريتشر بنفس الوقت من هاي النقطة اللي هي نقطة واحد، ممكن انه دايركت هي تتحول لعند نقطه 3. هلا في بين هدول وهذا الخط السبليميشن اللي هو انه كيف ممكن تتحول الماده من سوليد لفيبر دون المرور بحاله الليكويد، اللي هي بنسميها التسامي، حاله يعني عمليه التسامي. هلا هاي النقطه اللي هي بتجمع الثلاثه لاينز مع بعض اسمها تريبل بوينت. تريبل بوينت شو يعني؟ يعني هي نقطه احداثياتها تمبريتشر وبريشر. هاي النقطة الثري فيزز بيكونوا موجودين عندها بثيرمودايناميكس إكويليبيرم، ثيرمودايناميك إكويليبيرم بتكون موجودة عندها المادة عند هاي التمبريتشر، فهي عبارة عن إحداثيات تمبريتشر وبريشر معينين توصل لهم المادة، بتكون بالثري فيزز إلها في ثيرمودايناميك إكويليبيرم. هلأ بدنا نرجع للتمبريتشر فوليوم أو سبيسيفيك فوليوم دياجرام. هاد زي ما حكينا قبل شوي انه هاي المنطقة compressed liquid، هاي المنطقة superheated vapor، وهون كل اي اشي تحت القبة هاي او الهيت دوم بيكون اسمه saturated liquid vapor mixture. هلأ هاي المنطقة من هاي النقطة لهاي النقطة طبعا على constant temperature، هاي النقطة إلها قيمة للspecific volume، هاي القيمة اسمها VF. شو يعني VF؟ يعني specific volume للliquid أو للساتوريتد ليكويد، والفي جي اللي هي نفسها يعني في ال،
والفي جي اللي هي specific volume لما تحولت المادة كلياتها ل saturated vapor. وبالتالي الفرق بينهم بنسميه في اف جي. بس في اف جي في اف جي تساوي الفي جي ناقص الفي اف، لانه الفي جي بتكون اكبر من الفي اف بالعاده عشان تعطي قيمه بوزيتيف. هلا زي ما قلت قبل شوي انه في عندنا خاصيه لهي الريجن انه في اشي اسمه اكس، في اشي اسمه كواليتي. الكواليتي شو يعني؟ يعني هي الماس اوف فيبر على الماس اوف ميكستشر، يعني قديش انا عندي كميه. مش احنا قلنا بهاي الريجن بيكون عندي الماده هي عباره عن ميكستشر بين الفيبر والليكويد، فالاكس بتعبر عن قديش انا عندي فيبر بهذا الميكستشر كامل. فهي الماس اوف فيبر على التوتال ماس. طبعا هاي الاكس هي عباره عن قيمه بتكون موجوده بين الصفر والواحد، مستحيل تكون قيمه اكبر من الصفر، أقل من الصفر أو أكبر من الواحد، يعني بس بتكون point. هلأ إذا كانت القيمة صفر معناته أنا واقفة عند هاي النقطة. هاي النقطة شو يعني؟ يعني أنا عند saturated liquid، يعني هون saturated بتكون الفيز saturated liquid. وإذا أنا عند نقطة واحد بتكون إذا الإكس قيمتها واحد بكون أنا واقفة عند هاي النقطة. هاي النقطة يعني أنا saturated vapor. بينهم معناها انا بحاله الليكويد ساتوريتد ليكويد فيبر ميكستشر. فاذا لما اي يعني لما بنطلع من برا هاي الدوم هون او هون ما بيكون في قيمه للاكس، بتكون قيمه الاكس غير معرفه، ما مش واحد ولا صفر، هي غير معرفه تماما، ما إلها قيمه يعني. فبالتالي لو احنا اجينا هون قلنا القيمه صفر معناته الفي F هي نفسها ال V total، يعني specific volume لل F هو نفسه ال V total. وإذا أنا كانت عندي ال X واحد يعني أنا ب saturated vapor phase رح تكون ال V total هي نفسها ال V G. هلأ في هدول القانونين بدنا نشوف كيف اشتقوهم. هدول القانونين كتير بيساعدوا. هلأ هدول القانونين شو معناهم؟ معنى إنه ال V specific، ال V specific بهاي المنطقة، ال V specific يعني إذا كان معطيني إياها تساوي ال V F اللي هي liquid زائد ال quality اللي هي قيمة ال X بالفرق بين ال V G وال V F. ونفس الإشي الإنثالبي، الإنثالبي اللي هي specific إنثالبي نفس القانون، كمان ال internal energy راح تكون نفس. هلا هذا القانون نحن كيف اشتقيناه؟ اشتقاق هذا القانون اجى من ثلاث قوانين، انه عندي V total تساوي V liquid زائد ال V لل vapor. وتاني قانون انه الماس total رح تساوي الماس لل liquid زائد الماس لل vapor. وتالت قانون إنه ال V specific زي ما حكينا بالأول هي عبارة عن الفوليوم على الماس، بالتالي ال V specific بالماس تساوي الفوليوم. هلأ كيف وظفناهم مع بعض؟ حكينا إنه بدل ال V total باعتبار هذا القانون، بدل ال V total فهو عبارة عن V specific total بماس total ويساوي V liquid specific بماس الليكويد زائد في specific للغاز أو للفيبر بماس الفيبر. لو إجينا هذا يعني القانون قسمناه على الماس توتال شو حيصير معنا؟ حيطلع معنا إنه هون رح ضلها في توتال، هاي رح تصير عبارة عن ماس الليكويد على ماس توتال بفي الليكويد زائد في الجي بماس الفيبر على ماس التوتال. هلا ماس الفيبر على ماس التوتال هذا قانون الكواليتي، مش الكواليتي اكس تساوي ماس الفيبر على ماس التوتال. وبالتالي هاي بقدر اقيمها واحط مكانها قيمه اكس، وبتصير عندي في التوتال تساوي ماس الليكويد على ماس التوتال ب V specific الليكويد زائد V specific الفيبر ب X.
هلا لو نيجي نرجع للقانون الاول الثاني، ان الماس توتال تساوي ماس الليكويد زائد ماس الفيبر، يعني بقدر انا اعبر بدل ماس الليكويد احط مكانها شو؟ ماس توتال ناقص ماس فيبر. فلو عوضنا مكان الماس ليكويد ماس توتال ناقص الماس تبعت الفيبر على ماس التوتال ب في سبيسيفيك للليكويد زائد في سبيسيفيك للغاز بي اكس يساوي في توتال، وزعنا المقام على التنين شو راح تصير؟ راح تصير ماس توتال على ماس التوتال ناقص ماس الفيبر على ماس التوتال بي في سبيسيفيك كلها ليكويد زائد في سبيسيفيك غاز بي اكس يساوي في سبيسيفيك توتال. هلا هاي رح تعطيني واحد، وهاي الماس الفيبر على ماس توتال هي نفسها قيمة اكس، فبالتالي رح تصير في توتال تساوي واحد ناقص اكس في سبيسيفيك ليكويد اللي هي قلنا في اف، فرح تصير في اف زائد اكس في جي، ولو فوتنا هذا على هدول رح تصير في توتال تساوي في اف ناقص اكس بي في سبيسيفيك اف زائد اكس بي في جي، واخذنا من هدول اثنين عامل مشترك الاكس، فرح تضل اكس بي في جي ناقص في اف ناقص زائد في اف يساوي في سبيسيفيك توتال، وهدول التنين معناهم في اف جي بي اكس زائد في جي تساوي في توتال، وهذا هو القانون اللي فوق، ونفسه نفس اشتقاقها للانثالبي بي اف جي، ونفسها كمان للإنترنال إنرجي. هلأ هذا الاشتقاق مهم، لأنه إذا كان معطيني مثلا قيمة X وأنا بدي أعرف الانثالبي أو الspecific انثالبي أو الspecific volume أو الspecific internal energy، ممكن أطلع هدول القيم من الستيم تيبلز وبعدهم أعوض بهالقانون وأعرف قديش قيمة الانثالبي وقيمة الـ internal energy وقيمة كمان الـ specific volume. هلأ بدنا نحكي إنه شو قانون الانثالبي. قانون الانثالبي هو معروف، هو عبارة عن إنه الـ H بتساوي الـ internal energy اللي هي الـ U زائد إشي مع بعض اسمه الـ flow work. شو يعني flow work؟ يعني الـ pressure ضرب الـ volume، هذا اسمه flow work. طبعا وحدة الانثالبي هاي انثالبي العادية يعني كيلو جول، وحدتها هي كأنرجي يعني بتكون كيلو جول. اما لو انا اجيت قسمتهم على الماس كلياتهم على الماس على الماس رح يتحولوا لإشي اسمه سبيسيفيك، فرح تصير اتش يعني سبيسيفيك انثالبي زائد يساوي سبيسيفيك انترنال انرجي زائد بريشر بسبيسيفيك فوليوم. طبعا البريشر مستحيل يكون سبيسيفيك لانه هو مش extensive property، هو intensive property، فمستحيل يكون specific. هلأ نيجي للappendices، هم أهم إشي بحل أسئلة هذا الشابتر. الappendices اللي عنا أو tables الموجودين، يعني عندي table A4 بيحكي عن saturated water temperature، يعني بهذا table موجود يعني data ل saturated water، طبعا بتعلق بالحرارة. و A5 نفس الاشي للمي و saturated بس بتعلق بالبرشر. A6 هو السوبر هيتد، اذا كانت المادة في المي في حالة سوبر هيتد اللي هي الريجن اللي برا الدوم برا القبة هون، وال A7 اذا كانت المادة compressed في الريجن اللي هون. طبعا عشان انا اقدر احل اشي من التابلز هدول لازم يكونوا at least معي معلومتين، يعني يكون معي برشر و temperature، أو يكون معي مثلا specific volume و pressure، أو يكون مثلا temperature و specific volume، أو مثلا إذا مش specific volume يكون مثلا internal energy أو enthalpy عشان أنا أقدر أطلع المعطيات التانية. هلأ ممكن يكون معطيني بالسؤال مثلا إذا كان معطيني pressure و temperature، pressure و temperature وبده مثلا specific volume،
انا معي خيارين، يا انه اروح على تيبل A4 يا انه اروح على تيبل A5. اذا رحنا على تيبل A4 معناته انا بدي اروح اطلع على التمبريتشر اللي معي بالسؤال واشوف عندها البريشر سات، واقارن البريشر سات بالبي اللي معطى بالسؤال. يعني تيبل A4 هو تيبل متعلق بالتمبريتشر، فاذا انا فتحت على تيبل A4 بدي اشوف التمبريتشر اللي معي بالسؤال، بتكون قدامها في قيمه لبي سات، للبريشر سات. هاي القيمه للبريشر سات بقارنها بالابلايد بريشر، بقيمه البريشر اللي معي بالسؤال. اذا قيمه البريشر اللي معي بالسؤال اقل من قيمه البي سات، معناته انا بدي اروح اطلع من تيب، معناته تكون الحاله ساتوريتد، سوبر هيتد فيبر، وبدي اطلع من تيبل A6. اما اذا كانت البريشر اللي معي بالسؤال اقل من البي سات اللي من نفس التيبل هاد، وقتها بدي اروح بتكون الحاله كومبرست ليكويد، كومبرست ليكويد، فبنروح على A7، تيبل A7. هلا لو انا ما فتحت على A4 فتحت على تيبل A5، تيبل A5 متعلق بالبريشر، يعني انا بدي اخذ البريشر اللي معي بالسؤال واشوف قديش التمبريتشر اللي قدامه بهذاك التيبل، اللي التمبريتشر هذيك اسمها تي سات. هذيك التمبريتشر بدي اروح اقارنها بالتمبريتشر اللي معي بالسؤال. اذا التمبريتشر اللي معي بالسؤال اللي هي تمبريتشر ابلايد تسمى اكبر من التي سات من الجدول، بيكون عندي يعني التمبريتشر اللي له اعلى من التمبريتشر سات، بتكون عندي الحاله سوبر هيتد فيبر. سوبر هيتد فيبر يعني A6. واذا التمبريتشر اللي معي بالسؤال اقل من التي سات عند هذا البريشر، رح تكون الحالة كومبرس ليكويد، فأنا بدي أفتح على تيبل A7 وأطلع منه الداتا اللي بدي إياها. هلأ الحالات الثانية أسهل. الحالة الثانية إذا أنا مثلا معطيني specific volume ومعطيني temperature، فإحنا بما إنه معطيني temperature فأنا بروح direct على تيبل A4. عند الحرارة المعطى بالسؤال بروح بتطلع على ال V specific. هلأ إذا هاي ال V specific أكبر من ال VF اللي هي للليكويد، بروح انا بقول انه هو اقل، بروح بقول انه هو كومبرس ليكويد. بما انه كومبرس ليكويد معناته تيبل A7. اما اذا كانت ال V specific اللي معطاه معي بالسؤال اكبر من ال VG اللي هي للفيبر، للساتوريتد فيبر، اكبر منها، معناته هو عباره عن سوبر هيتد. اما اذا كانت بينهم معناته تيبل A6. اما اذا كانت بين القيمتين معناته انا بحاله ساتوريتد ليكويد فيبر ميكستشر ساتوريتد، فبروح بما انه معي التمبريتشر بقرا القيمه من الاي 4. وبالتالي الحاله الثالثه انه ممكن يكون معطيني في سبيسيفيك وبريشر مش تمبريتشر. بما انه معطيني بريشر فاحنا حنروح على اي تيبل A5. تيبل A5 بقرا من عند قيمه البريشر، بقارن السبيسيفيك فوليوم بقيم ال VF وال VG، وبشوف هي ب A7 أو ب A6 أو الحالة Saturated Liquid Vapor Mixture. هلأ هذا رح يبين بالحل كمان شوي كيف بالضبط. هلأ بدنا نحل examples كيف يعني ندرب شوي على التابلز. هلأ السؤال هاد بيحكي لي إنه find pressure for H2O with 200 degree C and mos متر كيوب per كيلوغرام. هلا المتر كيوب بير كيلوغرام اللي هي في سبيسيفيك، والبريشر هو المجهول عندي، والتمبريتشر عندي 200 سيليسيوس. هلا بتكون معي التمبريتشر، حكينا انه احنا بنفتح على جدول دغري A4 انه هو جدول للمي. طبعا هاي الاسئله للمي، فالجدول للمي بيعتمد على التمبريتشر. فلو رحنا فتحنا تيبل A4 عند ديجري عند 200 سيليسيوس ورحنا طلعنا هون إنه الـ specific volume اللي معطيني إياه بالسؤال، okay، الـ specific volume معطيني إياه بالسؤال مقارنة بالـ VF والـ VG فهو أكبر منهم. بما إنه أكبر منهم يعني الـ V اللي بالسؤال أكبر من الـ VG، أكبر من الـ VG يعني شو الحالة؟ superheated vapor، يعني أي تيبل؟ A6. نروح نفتح على تيبل A6 عشان نلاقي البريشر عند درجة حرارة 200. لو طلعنا في عنا بالصف هذول بالمربعات هدول في درجة حرارة 200، وهون في 200 وهون في 200. لو نيجي على أول مربعات البريشر هون يعني اللي هو 0.1 ميجا باسكال،
200 عنده الspecific volume 21 وهون 4 وهون 2. يعني أنا مقارنة باللي أنا عندي إياه عندي إياه بالسؤال نص، فهم كتير أبعد عن النص. نرجع ننزل لتحت شوي، هون عندي واحد عند temperature 200 وهون عندي 0.7 وهون 0.53. هلأ هون بلشنا إحنا نقرب من 0.5، بس أنا بدي إحنا لما بدنا نحل ما بصير نقول مثلا عن 0.53 هاي البريشر خلاص ما هي قريبة منها، هذا الحكي ما بزبط، لازم تكون عن 0.5 بالضبط. فهلأ نرجع نطلع هون تحت إنه أنا بعد هذا البريشر الموجود عندي بريشر 0.5، عندي بريشر النص ودرجة حرارة 200 عندي 0.42، يعني من 0.53 ل 0.42. فإذا أنا قلت عندي قيمة الـ V specific بس ما وصلنا ل 0.5، معناته بدي أعمل إشي اسمه interpolation. شو يعني interpolation؟ يعني أنا عشان ألاقي قيمة عندي قيمة البريشر عند النص، كيف بعمل interpolation؟ نكتب هون إنه أنا عندي البريشر اللي أنا بدي إياه وعنده السبيسيفيك فوليوم اللي انا بدي اياه، طبعا التمبريتشر 200. هلا البريشر اللي عندي اياه هون انه عند تمبريتشر 200 وبريشر 0.4 كم كانت القيمه؟ 0.5343. وعند البريشر اللي انا 0.5 هاي عندي كانت قيمه الفي سبيسيفيك 0.42503. فإذا عند البريشر اللي أنا السبيسيفيك فوليوم 0.5 أنا ما بعرف قديش البريشر. هلأ كيف بعمل انتربوليشن؟ انتربوليشن هيك وهيك. كيف يعني؟ يعني نص ناقص 0.4 على يساوي نص ناقص القيمة المجهولة على، هلأ النص ده قيمتها 0.42503، فبكتب 0.452503 ناقص 0.5343 ويساوي النص 0.42503 ناقص قيمة اللي هون اللي هي نص، من هاي 0.1 وهاي منحلهم على الكالكوليتر بيطلع معنا البريشر اللي هو المجهول يساوي 0.4 3 1 4 1 5 كيلو باسكال. هيك أنا بكون طلعت قيمة البريشر. وإذا قلنا مثلا شو الفيز أو بأي ريجن المي عندي إياها، فهي بالسوبر هيتد فيبر. نيجي السؤال الثاني. السؤال الثاني بيحكي إنه find the specific volume for water with 200 دجري سي و 200 كيلو باسكال. يعني أنا عندي temperature تساوي 200 دجري سي والpressure يساوي 200 كيلو باسكال. فهون أنا عندي خيارين، يا أنا بنفتح على table A4 يا أنا بنفتح على table A5. إذا أنا بدي أشتغل على temperature بالأول فمنروح على table A4، إذا أنا بدنا نحن بنشتغل على pressure بنروح على table A5. فلو بدنا نحكي إنه إحنا نشتغل على pressure، نحن فتحنا تيبل A5، تيبل A5 عند بريشر 200 قيمة الـ T-SAT 120.21. إذا من تيبل A5 على البريشر 200 كيلو باسكال قيمة الـ T-SAT تساوي 120.21 دجري سي. هلا بنقارن التي سات هيها اللي هي 120.21، بنقارن التي سات بالتي المعطى بالسؤال. هلا التي سات 120 والتي المعطى بالسؤال 200، فالتي المعطى بالسؤال عندنا اكبر من التي ساتوريشن، معناته لما التي بتكون اكبر من التي ساتوريشن انا بحاله سوبر هيتد فيبر. إذا الكيس اللي أنا عندي إياها أو الفيز سوبر هيتد فيبر. سوبر هيتد فيبر يعني أنا بأي تيبل بدي أروح؟ تيبل A6 عشان أنا أقدر أطلع السبيسيفيك فوليوم. لو نفتح على تيبل A6
temperature 200. هاي temperature 200 و pressure 200. بس pressure 200 كيلو باسكال. بهذا التابل البريشر موجود بالميجا باسكال، يعني 10 قوة 3 في الفرق بينهم. فإذا يعني 200 كيلو باسكال هي عبارة عن قديش؟ 0.02 ميجا باسكال. لما نيجي هاي، إذا البريشر 0.2 والتمبريتشر 200 ميجا باسكال طبعا، وتمبريتشر 200 قيمة السبيسيفيك فوليوم، هيها قيمة السبيسيفيك فوليوم 1.08049. إذا كم قيمة السبيسيفيك فوليوم؟ 1.08049 متر كيوب بير كيلوغرام. أهم سؤال هدول كيف بنطلع؟ هلا أهم سؤال بيجي بالامتحان بالأغلب بالعادة اللي هو هذا الجدول. طبعا هذا الجدول فيه أكتر من كيسز. هلا هذا الجدول شو بيحكي؟ بيحكي إنه مثلا إنه أملأ الفراغ حسب المعطيات الموجودة معك. هلا نيجي لأول كيس، هذا أول سطر اللي هو كل سطر هو عبارة عن كيس جديدة. فأول سطر معطيني زي ما حكينا طبعا لازم يكون معطيني معلومتين، فهو معطيني هون معلومتين، معلومة البريشر معلومة الـ X. هلأ بما أنه أنا معي قيمة لـ X واللي هي بتساوي 0.6، معناها أنا وهاي القيمة X بتكون بس موجودة في حالة Saturated Liquid Vapor Mixture، معناته أنا شو بيكون عندي الفيز بالأول Saturated Liquid. بما أنه أنا عندي قيمة لـ X بين الصفر والواحد، معناته أنا الفيز اللي عندي Saturated Liquid Vapor Mixture. هاي أول نقطة، أنه Saturated Liquid Vapor mixture هاي الفيز. هلا بدنا نطلع التمبريتشر، اما نطلع مش الانثالبي ولا السبيسيفيك فوليوم، بدنا نطلع السبيسيفيك انترنال انرجي موجوده هي بالتابل. هلا معطيني البريشر 200 كيلو باسكال، نروح بنفتح على بريشر 200 كيلو باسكال بتابل A5. بما انه ساتوريتد ليكويد فيبر ميكستشر، معناته هي عند البريشر هاد بس بقرا قيمه التيسات. فإذا إحنا فتحنا على تابل A5 وأنا وصلت إنه الحالة Saturated Liquid Vapor Mixture، بنروح على 200 بنقرأ قيمة التيسات، فهي هاي بتكون هي Temperature اللي عندي إياها. فإذا Temperature اللي عندي إياها 120.21، طبعا سيليسيوس هون. هلأ كيف نحسب الانترنال انرجي؟ بما انه انا معي بدنا الانترنال انرجي التوتال، هي طبعا هيو بتساوي اليو اف بلس الاكس بيو اف جي، تمام. هذا الاكس معطى بالسؤال 0.6، اليو اف جي واليو اف واليو اف جي نقدر نطلعهم من هون من نفس التابل. فبنروح على نفس ال 200 كيلو باسكال نقرأ ال UF وال UG وال UFG. طبعا ال UFG جاهزة، ببعض التابلز ما بيكون معطيك قديش ناتج طرحهم من بعض، فبدنا نطرحهم. أما بهذا التابل معطيني إياهم، فإحنا بنعوض. ال UF هي عبارة عن 504.5 زائد ال X معطى 0.6، وال UFG محسوب اللي هي 2024.6، بيعطيني لو حسبناهم بيعطيني قيمة ليو اللي هي 1719.26. طبعا الوحدة، تمام. هلا هاي الكيس الأولى. لو حلينا الكيس الثاني، الكيس الثاني معطيني فيها تمبريتشر 125 ومعطينا فيها internal energy 1600. طبعا مش معطيني قيمة ل X ولا حتى الفيز مو معطيني اياه ولا البريشر. بدنا نحسبهم. هلا بما انه معطيني temperature، بروح بفتح على اي تابل A4. اذا بتابل A4
لو اطلعنا على temperature موجودة المية وخمسة وعشرين، لو مش موجودة بصير بدي أعمل interpolation. هي موجودة، فبروح بقارن اليو اللي عندي إياها بالسؤال اللي هي 1600 هاي، بروح بقارنها باليو الموجودة قدام المية وخمسة وعشرين. إذا عندي 1600 هي اليو F واليو F G وآخر واحد، إذا 1600 تقع بين اليو F واليو G. لو قلنا اليو جي بتساوي 2543.3 واليو اف بتساوي 524.83، فاليو اف بينهم. لما بتكون قيمة اليو بين التنتين معناته أنا في حالة شو saturated liquid vapor mixture، إذن هي between them فبتكون برضو saturated liquid vapor mixture، معناته أنا عندي قيمة لـ X. كيف بحسبها؟ برضو من نفس هذا القانون اللي هو الـ U تساوي الـ UF زائد الـ X بالـ UFG. طبعا الـ UFG محسوبة هون موجودة بالتابل، يعني 2009.5 لو عوضنا 1600 تساوي الـ UF اللي هي 524.83 زائد الاكس ب 2009.5، حسبنا قيمة اكس رح تطلع معي قيمة اكس 0.535. إذن هون 0.535. هلأ قديش البريشر؟ بما أني حددت إنه saturated liquid vapor mixture معناته البريشر هو نفسه البي سات اللي هو 232.23. إذن 232.23 كيلو باسكال. هلأ الحالة الثالثة، الحالة الثالثة معطيني pressure و internal energy. pressure 1000 و internal energy 2950. تمام؟ إذا أنا معطيني pressure معناته أنا بدي أفتح على تابل A5. تابل A5، تابل A5 البريشر فيه 1000، عند بريشر 1000 بقارن قيمة اليو اللي معطى بالسؤال بقيمة اليو جي واليو اف. قيمة اليو المعطى بالسؤال 2950، تمام؟ لو قارناها بالقيمتين اللي هون اليو جي 2582، إذا عندي اليو أكبر من اليو جي. بما انها اكبر من اليو جي معناته انا باي حاله؟ بحاله سوبر هيتد فيبر. اذا صارت عندي الكيس سوبر هيتد فيبر معناته انا بدي افتح على اي تيبل؟ تيبل اي 6. لو فتحنا على تيبل اي 6 وهون طبعا 1000 كيلو باسكال هي معطى، يعني قديش 1 ميجا باسكال. على 1 ميجا باسكال وعند ندور على قيمة لليو 2950 وطلع عندها التمبريتشر. هلأ لو طلعنا هون عند 1 ميجا باسكال طلعنا بقيم اليو كلياتهم ما حنلاقي 2950 بالضبط، حنلاقي قيمة عند تمبريتشر 350 في هاي القيمة اللي هي 2875، وعند 400 في هاي القيمة واللي هي بتقع بينهم الـ 2950. فبنروح بنعمل interpolation. كيف بنعمل interpolation؟ بنقول إنه عند pressure طبعاً تساوي 1 ميجا باسكال pressure constant هون، فرح تكون عند temperature و U. هلا الـ U 2875.7 temperature 350، وعند temperature عند temperature 400 رح تكون 2975.9. هلا اللي معطى معي بالسؤال 2950 فبدنا قديش التمبريتشر؟ فلما بنعمل interpolation بنقول 400 ناقص هيك بعدين هيك، 400 ناقص 350 على هون يساوي
400 ناقص الحرارة المجهولة. هلأ 400 القيمة اللي قدامها اللي هي 2975.9 ناقص 2857.7 وهون 2957.9 ناقص 2950. طبعا هون رح تعطيني 50، هون قيمة، وبحلهم وبطلع قديش قيمة التمبريتشر. التمبريتشر بتطلع معنا 395.195 تقريبا سيليسيوس. برجع بعوضها هون. هلا قيمة X بدنا نطلعها من شو؟ من قيم قيمة X قديش لتكون؟ بما انه انا عندي سوبر هيتد فيبر الكيس حددتها، معناته ما في قيمة X، مش صفر ومش واحد، معناته قيمة X اصلا غير معرفة، فمعناته هيك ما إلها قيمة. إذا كانت سوبر هيتد فيبر أو كومبرس ليكويد ما بيكون في قيمة للإكس. طيب هلأ نيجي للكيس الرابعة. الكيس الرابعة اللي هي عندي التمبريتشر بتساوي 75 سيليسيوس، بريشر بتساوي 500 كيلو باسكال. فإنه يا بنفوت بنفتح على تابل A4 عشان نشوف التمبريتشر، يا على تابل A5 عشان نشوف البريشر. لو منقارن، لو فتحنا على تابل A5 عشان نشوف البريشر، وعند بريشر 500 كيلو باسكال، عند بريشر 500 كيلو باسكال رح نلاقي انه التمبريتشر 151.83. اذا التمبريتشر سات 151.83. لو بدنا نقارن التمبريتشر اللي معطى بالسؤال مع التمبريتشر سات، رح نلاقي انه التي سات هي اللي اكبر من التمبريتشر اللي معي، معناته نحن باي كيس؟ بالكومبرست ليكويد كيس. اذا نرجع نكتب هون انه بالكومبرست ليكويد كيس، بما اني بكومبرست ليكويد كمان قيمه لاكس ما في، فبتكون برضو هيك. فبدنا احنا ايش لما نطلع قيمه اليو؟ بما انه احنا كومبرست ليكويد، فاحنا نفتح على تيبل A7. تابل A7 ونطلع منه قيمة اليو. من تابل A7 ما بدنا نشوف التمبريتشر. من تابل A7 أنا التمبريتشر اللي معي بالسؤال 75، يعني بين 80 وبين 60، فنروح نعمل interpolation بين هدول القيمتين وهدول القيمتين، وبنروح بنطلع قيمة بينهم لليوم. بتطلع معنا قيمة اليوم تساوي 312.9375 كيلو جول بير كيلو جرام بير كيلو جرام. هلا آخر كيس لو طلعنا عليها هون، معطيني البريشر 850 ومعطيني X صفر. شو يعني صفر؟ يعني انا في كيس انه الكومبرست في كيس ساتوريتد ليكويد. اذا الكيس اللي عندي ساتوريتد ليكويد، ساتوريتد ليكويد يعني انا بدي افتح دايركت على تيبل A5 واشوف قديش قيمه اليو وقديش قيمه التمبريتشر. طبعا قيمه اليو بما انه الاكس صفر، قيمه اليو رح تكون تساوي اليو اف. لو كانت واحد قيمة اليو رح تكون بتساوي اليو جي.